هو البنك وظيفته الرئيسية التركيز على السوق المحلي، والسوق المحلي بالنسبة لنا هو منح القروض للأفراد وللشركات بجميع أنواعها، الشركات سواء كان في البناء والتشييد، كان في القطاع النفطي، قطاع الخدمات، وقطاع حتى التريدينج. نفس عملنا هو كان في السنوات الماضية، ما فتحناش فروع خارجية، عملنا في داخل الكويت نفس الفروع اللي موجودة. وتحدي، هذا تحدي، ده تحدي لسبب، لأن حضرتك عارفة أنك عشان تنمو في نفس الوضع اللي احنا فيه كدولة مع الكومبيتيشن اللي موجودة، احنا 10 بنوك زي ما حضرتك عارفة، 5 إسلامي و5 غير إسلامي، فالكومبيتيشن في حد ذاتها مش سهلة. لكن حاولتي تحافظي على بورتفوليو نظيف، لأن أنا عندي كمان NPL 0 اللي هو القروض المتعثرة لازم تكون صفر. فبالتالي شطبتم ايضا كثيرا خلال السنوات السابقه فعلا، وبالذات في 2000 وبعد 2009 بسبب الازمه مع الشركات الاستثماريه في 2010 و11 تم شطب قروض، وبرده في خلال عمل البنك من حوالي 5-6 سنين تم نفس الشيء وشطبنا قروض. وبالتالي المحفظه في الوقت الحالي نظيفه. طبعا ممكن في المستقبل في اشياء غير متوقعه ممكن، او عميل يتعطل. انتوا الان زيرو ان بي ال؟ فعلا زيرو ان بي ال، بس حضرتك تبصي على كل مده بتاخدي فيها في ميزانيتك بعض المخصصات، يا إما احترازية يا إما توقعاً إن ممكن عميل يكون مثلاً في شيء حيحدث في المستقبل. الجزء ده ممكن تعتبريه هو ده المخصص بتاعك، ما يعادل اللي هو يعني أقل من 1%، بس في النهاية بتاخدي مخصص فبقى صفر، بس احترازياً بتوضبي نفسك للي جاي. لكن هذا أيضاً مزيد من التحدي، لا يفسر حجم النمو في الأرباح والتوزيعات. طبعا التركيز على العملاء الحاليين مع بعض العملاء المختارة اللي احنا very selected بنكون عليها، هو كبر شوية المحفظة عندي بس بحدود معقولة، وعند حضرتك الإيرادات، وبعدين الفايدة العالمية كمان زادت والفوائد والعمولات، وبعدين كمان عندي استرجاع لبعض القروض اللي كانت متعثرة، رجع لنا مبلغ برضو يعتبر معقول جدا في نهاية السنة. ده العام الماضي رجع لكم 23 مظبوط. طيب حتى بالنسبة لمحافظة الائتمان ونمو الائتمان في الكويت، يعني العام الماضي 2023 كان نمو الائتمان ليس كبير وضئيل مقارنة بعام 2022، هل نتوقع استمرار هذا الموضوع في خلال عام 2024، خاصة أنه نحن لا نتوقع أنه يتم تخفيض سعر الخصم كما قالوا خلال النصف الثاني من العام بسبب البيانات التي صدرت من الولايات المتحدة؟ عارف حضرتك لما قالوا هننقص الفايدة 4 مرات كنا مستغربين شوية على أي أساس، لأنه حضرتك شفتي التضخم عامل إزاي في العالم كله وفي الدول حتى في كل العالم مش بس عندي في الكويت، وبعض الدول متأثرة أكتر من الكويت طبعا، لأن وضع الكويت المالي قوي متين والبنوك وضعها قوي جدا. بس لما تيجي تبصي عليه دلوقتي بيتكلموا على مرة واحدة يمكن على نهاية السنة، بس ما زالت الفايدة هتكون على المستوى المرتفع. أتوقع في 25 لو بدأ انخفاض في الفايدة مش هيكون بالأحجام اللي هي 5-6 مرات، ممكن 2-3، لأن في الأوضاع العالمية دلوقتي بالذات وفي المنطقة والخوف من إنه يتطور أي شيء في أي حرب ممكن تحدث بين أي دولة، أو تدخل إيران أو تدخل إسرائيل، يحصل أي خطأ في المنطقة ممكن يؤدي إلى تبعيات تانية تخلي الفايدة كمان ما تنزلش، ويحصل تغيرات تانية وتصورات أخرى، فالعواقب مش هتبقى واضحة لحد ما، لو طبعا كلنا ما بنقبلش ان يحصل الصراع يتوسع، هيبقى فيه تبعيات عليها كبيره جدا على الناحيه الائتمانيه، السبلاي تشين، الفوائد، كل حاجه هتتاثر اكيد. وبعيدا حتى عن التطورات الجيوسياسيه هنا في الكويت، الحديث الان عن تطبيق الضريبه، ضريبه الشركات، فهذه الضريبة طبعا بتتكلم في حدود 15%، يعني هي تلتهم أي نمو؟ أو أكيد 15% أكيد نسبة مش قليلة، والردي بيتاخد من نسبة للبنك الزكاة والزكاة اللي بتدفع والفوائد حوالي 4.5%، فأنت عندك الفرقية 11.5، طبعا برضو مبلغ مش قليل أكيد أنا مع حضرتك، لأن أنت لازم تعوضيها من إيراداتك عشان تقدري تدفعي كل شوية النسبة العالية دي 15% في الآخر. bottom line it's cost عليكي. يس. تمثل أيضا تحدي للقطاع المصرف ولكل الشركات. لكل الشركات وكل القطاع المصرفي، إنه حاجة عالمية دي ملناش فيها يعني قوالين، هيبقى قانون عالمي بيطبق على كل الدول.